بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، أرى بعض الأخوة يقعدون في المسجد للدرس وعندما يشرع الأذان يخرجون، حيث أنني قرأت بأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الخروج عند الأذان، فما حكم ذلك؟ نعم، في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه رأى رجلا خرج بعد الأذان فقال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. قال أهل العلم: ويحرم الخروج من الأذان من المسجد بعد الأذان إلا لعذر، ولكن الحديث هذا ليس فيه صراحة بأن الرجل خرج ليصلي في مسجد آخر، فقد يكون خرج لئلا يصلي. والذي نرى أنه إذا خرج ليصلي في مسجد آخر يعلم أنه يدركه فلا حرج عليه، لكن لا ينبغي أن يفعل لئلا يقتدي به من يخرج ولا يصلي.